بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. اليوم رانا في الصالون تاع السياحه والخدمات في الطبعه 23 لعام 2024. الحمد لله لاول مره وحنا رانا حاضرين في هذا الصالون للسياحه. رانا جيناكم بمنتوج جديد، وخاصة هذا المنتوج جاء في الصحراء الجزائرية في غردايا، وهذا المنتوج الجديد يتمثل في الإقامة لدى الساكن. هذا نسميوه لا ريزون شي لابيتون. هاد لا فورميل كيما نقولوا اليترونجي، الناس اللي تروح لهم للديار، كاين ديار اللي يكريوهم اللي ما عندوش مثلا يروح للفندق يقدر يكري دار ولا يكري شومبرا شي لابيتون سيزا. وهذا المشروع احنا درنا فيه، راهو في بريان ولايه غردايا، درنا فيه كاين فيه كات ابارتومون، وكل ابارتومون فيها لي سانيتير تاعها، لا كويزين، وكل شومبرا فيها الاخر تاع الكليماتيزاسيون اي شوفاج سنترال، فيها ام بيسين، خيمه على تيراس، فيها كامل لي كوميديتي. والحمد لله عطاونا لاغريمو، كثر خير الله عز وجل وكثر خير وزاره السياحه ومديريه السياحه لولايه غردايا. هذا العام عطاونا لاغريمو الحمد لله، وفتحنا رسميا في يوم 23 جونفي 2024. ومرحبا بكم في غردايا لزياره موقعنا ان شاء الله وزياره غردايا. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.